زياد 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 يا ابني هربتك ايه؟ ايه ده انتوا قفشين على بعض ولا ايه؟ يلحق زياد ورم قفشين على بعض هتبقى فرصتك دي يا معلم. فكك منهم وانسى الحوار ده خالص. وانت من امتى يا معلم بتسيب حته تعدي من تحت ايدك؟ هو في ايه يا جدعان؟ ما حواره راح لحاله انسوه بقى. ماشي ازيكم يا اولاد؟ تمام الحمد لله. ايه اخبار المحاضرات؟ كويسه. من فضلك ممكن استعمل موبايلك؟ لان موبايلي فصل عايز اعمل مكالمه. مفيش مشاكل اتفضل. شكرا. مين ده؟ مش عارف، شكله دكتور جديد في الجامعه. ايوه زياد. انا مش زياد. امال انت مين؟ فين زياد؟ جراله حاجه؟ زياد بخير، بس احنا حبينا نصبح عليك ونقول لك ان مفيش حد بعيد عننا. قدامك اسبوع، لو الفلوس ما جاتش هتقول له واحد. انتوا مين؟ لما تجيب الفلوس هتعرف. طب وافرض جبت الفلوس هوصل لكم ازاي؟ ايوه اهو كده بدانا في الاسئله المهمه. هبعت لك رقم حساب بره تحول لي عليه المبلغ. ما تخلينيش اتصل بيك تاني لان المكالمه الجايه هتبقى البقاء لله. عارف لو حد مس شعر مز... معلش يا حبيبي موبايلك فصل فجأة. اشكرك جدا. شكرا. عفو. ايه اللي فصل ده؟ معرفش هفتحه. ايه ده؟ ده مكلم رحيم. ايه؟ رحيم؟ ازاي يعني؟ معرفش. الو الو. ايوه زياد انت كويس؟ انا كويس. مين اللي كان بيكلمني من تليفونك ده؟ معرفش. هو جنبك؟ لا اداني التليفون واختفى. وانت بتدي موبايلك لاي حد كده يتكلم منه؟ افتكرته دكتور في الجامعه. ثم انا اصلا اللي عايز اسالك مين الراجل ده وبيكلمك من تليفوني ليه؟ طب بقول لك ايه؟ ما تتحركش من عندك انا جاي لك دلوقتي. مع السلامة. خير يا رحاب؟ اديني جيت. ممكن اعرف اخر اللي احنا فيه ده ايه؟ من غير هري كتير. احنا رغينا في الحوار ده قبل كده. يا رحاب اوضتك جاهزة من مجاميعه واوضة العيال. انا مش مانع. انا موافقة. بس الطلق اللي انت اتجوزتها عشان تقهرني دي وساعتها ارجع لك. لا طلاق مش هطلق. ايه ذنب المسكينه يعني؟ يا سلام يا سيد انا فاهمك كويس قوي. انت كل اللي همك انك تكسر رحيم باخته. يا سيد انا عايزاك تنسى رحيم خالص وتطلعه من دماغك. بصي لي انا رحاب. رحاب حبيبتك يا سيد. رحاب حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا حبيبتي. كنت فين يا حبيبتي لما اخوكي طردني من المركب واخد شقه عمري؟ لما جوزك ساب القصر وعاش بره جيتي ورايا؟ يا رحاب انا زهقت. زهقت يا رحاب بقى. كلمنا في الموضوع ده كتير. عايزه تيجي تعالي انا مش ممانع. يا سيد ما ينفعش الكلام بالطريقه دي. انا جايه لك وبترجاك نرجع زي الاول. طالما رحيم رجع وبقى في وسطينا مفيش حاجه هترجع زي الاول. وعيالي يرجعوا لي يا رحاب، والا قسما بالله ارفع عليكوا قضيه. وعلى فكره هاخدهم هاخدهم. عارفه ليه يا حبيبتي؟ علشان عايشين مع ابوكي واخوك السوابق واخوك هشام الشمام. وهون عليك يا سيد؟ اهون عليك؟ توقف ام عيالك قدام المحاكم؟ انت عارف انا بحبك قد ايه؟ خلاص يا رحاب اثبتي لي حبك. تعالي عيشي مع جوزك وابو عيالك. طلقها وانا اجيلك. طلقها طلقها. اوه طلاق مش هطلق. انا قلت لك اللي عندي يا بنت الناس. عايزه تيجي اهلا وسهلا.
مش هتيجي؟ أنا هاخد عياله بالقانون وبيخلي أبوك وأخوك ينفعوك يا حبيبتي. سلام. يعني ايه واحد يخش الجامعة كده من غير ما حد يسأله انت مين ورايح فين؟ ايه؟ وكان غير بواب؟ وكمان يتعامل مع الطلبة ويهددهم؟ احنا فين هنا؟ حضرتك شفته في الكاميرات، احنا مش لاقينه حضرتك في الكاميرات خالص. نعم؟ وده رد؟ يعني مش لاقينه؟ نط من على السور؟ اهدى بس حضرتك، احنا الجامعة كبيرة والشباب كلهم كبار، وبعدين مش أطفال صغيرين في حضانات عشان نعلق لهم كاميرات في كل حتة؟ وبعدين ليه زياد متأكدش من الشخص اللي كان بيكلمه؟ هو زياد مش صغير برضه حضرتك؟ عندك حق. ما احنا المفروض قبل ما نبعت لكم ولادنا نعلمهم ازاي الاول يبقوا مخبرين عشان يتعاملوا مع النشالين والحراميه. لازم تعرف يا استاذ ان ده دورك. انت بتاخد مرتبك من المصاريف اللي احنا بندفعها بالدولار. حضرتك انا ما قلتش كده، انا بقول قول لي ولا اقول لك. خلصت على كده. ولو انتوا مش عارفين تحموا ولادنا احنا هنعرف ازاي نحميهم. يلا زياد. زياد، زياد تعال اوصلك. قلت لك مش هروح معاك. زياد انت ازاي تتكلم معايا بالاسلوب ده؟ يعني ايه مش هروح معاك؟ من ساعة ما جيت واحرجتني في وسط الناس. انا احرجتك؟ اه. وبعدين انا المفروض اللي اسالك مين الراجل ده؟ وانا لو كنت اعرفه كنت جيت هنا. يا سلام، هيكون مين يعني غير واحد من البلطجيه وتجار الفلوس اللي انت تعرفه وبيساومك بيا. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف انت ايه مشكلتك؟ مشكلتك انك فاكر ان احنا لسه صغيرين زي زمان قبل ما تخش السجن. بس احنا عقلنا وكبرنا، لكن انت صغرت قوي في عينينا. خلاص دقت بيك الدنيا، ريم بنت صاحبك عشرة عمرك يا اخي، دي كانت مفكراك ابوها، ما كانتش بتتكلم في الدنيا على حد غيرك. امشي امشي وانسى اني ليك ابن اخت، وانا كمان هنسى ان انت كنت ابويا. انت اخر واحد كنت افكر انه يشوفني كده. انت تصدق برضو يا زياد ان خالك هيخون صاحبه وبنته؟ طب قول لي كدبني يعني؟ ما هو يا اما انت يا اما هي. امشي. هشام عايزك تشوف لي جارد يمشي ورا زياد زي ضله في الجامعه في كل حته، فاهم؟ انا عارف ان حضرتك مستغرب المقابله دي، بس في حاجة مهمة وصلت لها ولازم أخد رأي حضرتك فيها. ما رحتش بيها ليه لمحمود بيه؟ أولاً عشان سيادتك اللي طلبت مني الحاجات دي قبل ما تسيب الملف. تاني حاجة أنا شايف إن سيادتك أولى بكل المعلومات دي. اللي هي إيه؟ ده ملف فيه أسماء مديرين البنوك والمحاسبين اللي اتحقق معاهم بخصوص تهريب الفلوس بعد الثورة. عزت منصور. وفي خمسة كمان اتفصلوا زيه، بس ما همش أي علاقة بيه. ولا حتى عمرهم قابلوه. في اتنين منهم بقى كملوا بعد كده شغل عادي لحد ما سابوا الشغل. وسابوا الشغل ليه؟ مراد سيد رفاعي مات في حادثه عربيه من سنه ونص، وفي نفس السنه ممدوح سيد خرج من بيتهم واختفى، ما رجعش تاني ومحدش يعرف اي معلومات عنه. حاجه حلوه قوي. الاول مات والتاني انتحر والتالت اختفى. ايه الجمال ده؟ وبرضه مش هو ده يا فندم اللي كنت جاي لك عشانه. كل المعلومات دي انا كنت عارفها من زمان. الغريب في الموضوع ان اسر الثلاثه دول متعين عليهم مراقبه من عندنا من الداخليه. طلب المراقبه ده خرج بتوصيه من مكتب اللي هو صادق شخصيا.
لا لا يا فندم ما اعتقدش. اصلا قرار القبض عليه خرج من المكتب اللي قصادي. دي لعبه واتلعبت علينا. رحيم يدخل السجن عشان يبقى في حمايه من نظام عايز يمحي كل اوراق فساده. وبعد ما الاوضاع استقرت يخرج ويعيش حياته. وده يفسر صعود رحيم السريع. بس يا فندم الاستنتاج ده يخض قوي. ما ينفعش حتى نفكر فيه غير لما يكون معانا دليل قوي. هو ده اللي هندور عليه يا خالد. هو ده. الو انطوان كيفك؟ يخرب عقلك لسه فاكر صوتي؟ والله اصيل انطوان. جبت رقمك منين؟ اظن السؤال ده عيب قوي يتسال رحيم السيوفي. انا منيح. بقولك يا حبيبي انا مش عايزك في شغل، انا طالب منك خدمه. هبعت لك رقم حساب في بنك عندكم في انجلترا، كنت عايز اعرف صاحبه مين. بس خلي بالك يا انطوان، انا عايز اعرف اسم صاحب الحساب ده امبارح مش دلوقتي. تمام، ربنا يخليك يا معلم. سلام. داليا، يا داليا مالك في ايه؟ مالك؟ رحيم، في سر كنت مخبيه عليك طول السنين اللي فاتت. سر ايه؟ داليا، انا حبي ليكي اقوى من اي سر مهما كان. انا سبب موت اختك عزه. طيب وسعادتك بقى هنعمل ايه في موضوع اللي هو صادق ده؟ ده محتاج تفكير يا خالد، عشان ما حدش يفتكر اني بتضايق لما القضيه اتسحبت مني وبنتقم. ايوه يا باشا، بس احنا كده كده مفيش حاجه في ايدينا بنقدر نعملها. ده كان مجرد استنتاج من سيادتك، يعني حتى لو حبينا ناخد اجراء ضده مش هنقدر. في سكه كده بفكر فيها هتوصلنا لحاجه. كويس، سكه ايه بقى مالك؟ لما اتاكد منها هبقول لك. قصدي سيادتك تتاكد مني مش كده؟ مش هكدب عليك يا باشا، انا مش واثق فيك 100%. عندك حق، وانا كمان ما اقدرش اقول لك غير اني معاك وفي صفك، مش عايزك تعمل اي حاجه غير اللي انت شايفها صح. طب في الوقت الحالي سيادتك عايز نعمل اي حاجه يعني لحد ما نشوف حل؟ خليك طبيعي، واي حاجه يطلبها منك نفذ على طول. تمام عليك. هو احنا رايحين فين كده يا سيادتك؟ هتشوف. طول عمرك متسرع يا باشا. بنتعلم من سيادتك.
لي. أنا متشكر جدا يا أحمد باشا، دي أكبر دفتات سلاح بقالها سنين، ده غير العيال دي مدوخانة من شهور. ما تقولش كده يا أمجد باشا، ده شغلنا، وإحنا تحت أمر الشغل وتحت أمر البلد. المهم بقى يا باشا لما تاخد الترقية وتعمل عزومة كبيرة ما تنسناش في العزومة دي. ها؟ طبعا يا باشا. عرفتوا مين صاحب المخزن ده؟ آه يا باشا، ده بتاع ورثة رجل أعمال ميت من سنين، وعياله عايشين بره مصر، وتقريبا كده من ساعة ما مات والمخزن ده مهجور. وتقريبا برضو العيال دي عرفت الكلام ده، عشان كده عرفوا ان ملوش صاحب وخدوه وكريم. استاذ سعادتك يا باشا بقى عندي سهره طويله للصبح مع العيال دي. اتفضل يا باشا. اتفضل. سلام يا باشا. اتفضل يا باشا. الف سلامه. اتفضل. يلا اتفضل. انا مؤاخذة احمد باشا، هو ايه لازم كل ده يا مدام؟ ده مش هيوصلنا الرحيم بينا. مش مهم ان احنا نوصل الرحيم، المهم يعرف ان احنا مش هنسيبه حتى لو في ناس من عندنا ساندينه. مفهوم يا باشا؟ مفهوم طبعا يا باشا، متعلم من سيادتك. اتفضل يا وحش، اتفضل.